بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية بكلية الحقوق، يسعدني أن ألتقي معكم في المحاضرة الثانية لمادة العلاقات الاقتصادية الدولية، وموضوع هذه المحاضرة هو أدوات السياسة التجارية. أدوات السياسة التجارية هي عبارة عن مختلف الوسائل والأساليب التي تلجأ إليها الدولة في سبيل تحقيق أهداف السياسة التجارية التي تبغي الدولة تحقيقها في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. وطبعا عندنا عدة أنواع من هذه الأدوات، فعندنا الضرائب الجمركية، وعندنا الإعانات، وعندنا نظام الحصص والرقابة على الصرف، ونظام أيضا تراخيص الاستيراد، وهناك أيضا اتفاقيات التجارة والدفع. إحنا بنركز على ثلاث أنواع من هذه الأدوات. النوع الأول اللي هو الضرائب الجمركية، والنوع الثاني هو نظام الإعانات ونظام الحصص. يعني النوع الأول اللي هو الضرائب الجمركية، فالضريبة الجمركية هي ضريبة غير مباشرة بتفرضها الدولة على السلع اللي بتتجاوز حدودها الجمركية، سواء عند الدخول إلى الدولة أو عند الخروج منها. في حالة الدخول إلى الدولة، دخول السلع إلى الدولة، فالضريبة هنا بتعرف بالضريبة على الواردات، ودي طبعا اللي هي الأكثر أهمية. أما في حالة الخروج فالضريبة بتعرف بالضريبة على الصادرات، ودي برضو بتكون معروفة في مجال التجارة الدولية. احنا بنركز على النوع الاول اللي هي الضريبة على الواردات في اطار الضرائب الجمركية. في اطار الضرائب الجمركية يعني بيبقى فيه تمييز ما بين انواع الضرائب الجمركية من حيث الغرض، فبيبقى فيه عندنا الضرائب المالية والضرائب الحمائية. الضريبة المالية اللي بتهدف الى تحقيق الغرض المالي، يعني توفير ايرادات للخزانة العامة للدولة. أما الضريبة الحمائية فبيكون غرضها هو غرض حمائي، بمعنى حماية الصناعات مثلا الوطنية من منافسة الصناعات الأجنبية القادمة من الخارج. أيضا في تمييز بالنسبة للضرائب الجمركية من حيث السعر اللي بتفرض به، فممكن بيبقى عندنا الضريبة النوعية والضريبة القيمية. فالضريبة النوعية بتفرض الضريبة في شكل مبلغ معين عن كل وحدة من وحدات السلعة المستوردة يعني. أما الضريبة القيمية فالضريبة فيها بتفرض في شكل نسبة مئوية معينة من قيمة السلعة الخاضعة أو المفروض عليها الضريبة. اللي بيهمنا بقى آثار الضريبة الجمركية، فبيترتب على فرض ضريبة جمركية على الواردات، يعني على السلع المستوردة من الخارج، آثار بقى. الآثار دي بتكون في آثار على أسعار وكميات السلع المتبادلة، وفي آثار على ميزان المدفوعات والدخل القومي. فبنشوف أو بنتناول الأثر الأول للضريبة الجمركية على الأتمان والكميات المنتجة والمستوردة من السلعة اللي هي محل التبادل الدولي. فهنا طبعا احنا بنفترض مثلا ان السلعة المستوردة يعني سلعة ليها سوق عالمي زي القمح مثلا، وان طلب الدولة من السلعة المستوردة ده بيشكل نسبة ضئيلة من السوق العالمية، بحيث ان مهما اتغير حجم الكمية اللي الدولة بتطلبها فده لا يؤثر على السعر العالمي لهذه السلعة. وبناء على هذه الفروض يعني بنوضح اثر فرض الضريبة الجمركية
على الأسعار والكميات المنتجة من السلعة اللي بتفرض عليها الضريبة. وهنا عندنا شكل بياني بيساعدنا في بيان هذا الأثر، والشكل البياني رقم 10 موجود في صفحة 158. فبيبقى عندنا في محور رأسي بنرصد عليه الأتمان، أتمان هذه السلعة، ومحور أفقي بنرصد عليه الكميات المطلوبة والمعروضة يعني. وعندنا منحنى الطلب واللي هو منحنى طه، وعندنا منحنى العرض بنرمز ليه بالرمز عين يعني. وبعد كده في عندنا يعني محور موازي للمحور الأفقي اللي هو محور التمن، بنرمز ليه بث، وده بيعبر عن تمن السلعة في حالة وجود تجارة خارجية حرة يعني في حالة حرية التجارة مع العالم الخارجي. وهنا طبعا بيتحدد سعر السلعة بالمقدار اللي هو واو سهية. وبعد كده بنشوف بقى في حالة فرض الضريبة الجمركية، لو الدولة فرضت ضريبة جمركية على السلعة المستوردة من الخارج، إيه اللي هيحصل بقى بالنسبة للكميات المطلوبة، الطلب الداخلي على السلعة والكميات المعروضة، العرض المحلي من السلعة وعلى سعر السلعة يعني. فلو الدولة قامت بفرض ضريبة جمركية على هذه السلعة المستوردة من الخارج، فبنلاحظ طبعا أن سعر السلعة، السعر السائد في السوق العالمي هيبقى كما هو عند المستوى واو سه. أما سعر السلعة محليا بقى فهيرتفع أو هيزيد من واو سه إلى واو هه، فهيرتفع سعر السلعة إذن محليا بمقدار الضريبة المفروضة يعني. وده طبعا هيأثر على الطلب المحلي وعلى العرض المحلي من هذه السلعة. فالطلب المحلي طبعا هو كان سه ط، هينخفض من هذا المقدار إلى المقدار ه ط واحد يعني. وأيضا العرض المحلي، العرض من هذه السلعة هيزيد من سه عين إلى ه عين واحد يعني. ده على أثر فرض هذه الضريبة. والكمية المستوردة اللي كانت بتغطي الفرق ما بين الطلب والعرض المحلي هتقل الكمية المستوردة من المسافة عين ط إلى المسافة عين واحد ط واحد، وده طبعا هيترتب عليه تحسن في الميزان التجاري للدولة نظرا لانخفاض كمية النقد الأجنبي اللي كانت بتوجه إلى استيراد هذه السلعة قبل فرض الضريبة عليها يعني. ولكن طبعا الأمر بيتوقف في النهاية على المرونات اللي هي مرونة الطلب المحلي على هذه السلعة ومرونة العرض المحلي من هذه السلعة. فكلما كانت المرونات مرتفعة كلما ساعد ذلك على تحقيق نتائج هامة وإيجابية في مجال خفض الطلب المحلي على السلعة وزيادة العرض المحلي من هذه السلعة، ومن ثم كلما ساعد ذلك على تحسن الوضع في ميزان المدفوعات. وفي الحالة العكسية بقى إذا كانت المرونات ضئيلة فده طبعا هيتطلب فرض الضريبة بسعر أكثر ارتفاعا. كنا ما قلناش برضو أن المنحنيين اللي احنا أشرنا إليهم اللي هما منحنى الطلب ومنحنى العرض بيلتقي هذان المنحنيان في النقطة نون، والنقطة نون دي بتمثل سعر السلعة اللي هو هيبقى المسافة واو لام في حالة عدم وجود تجارة خارجية يعني في حالة قفل السوق المحلي بالنسبة لهذه السلعة تماما يعني. ده فيما يتعلق بأثر فرض الضريبة الجمركية على الكميات المطلوبة والكميات المعروضة والمنتجة محليا من هذه السلعة. بناخد أثر فرض الضريبة الجمركية على ميزان المدفوعات اللي هو أثر آخر من الأثار اللي بتترتب على فرض الضريبة الجمركية. فإذا افترضنا مثلا أن الكمية الصادرات من هذه يعني الصادرات بتاعت الدولة ظلت كما هي على ما هي عليه، فهيترتب على فرض الضريبة الجمركية على الواردات أن كمية الواردات هتنخفض يعني.
ومع بقاء الصادرات كما هي على ما هي عليه وانخفاض الواردات على أثر فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة، فده هيؤدي إلى يعني تحسن الوضع في الميزان التجاري. ده مع افتراض طبعا بقاء الصادرات كما على ما هي عليه، ومع افتراض طبعا انكماش الواردات على أثر فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة. فبالتالي يبقى فرض الضريبة الجمركية على السلع المستوردة بيؤدي إلى تحسن الوضع في ميزان المدفوعات نظرا لانكماش الواردات مع بقاء الصادرات على ما هي عليه. بننتقل إلى يعني أداة أخرى من أدوات السياسة التجارية وهي الإعانات. دي من الأدوات أيضا اللي بتستعملها الدول للتأثير على أوضاع التجارة الخارجية مع العالم الخارجي اللي هي الإعانات. فمن الممكن أن تلجأ الدولة إلى هذه السياسة اللي هي سياسة الإعانات من أجل التأثير على أوضاع التجارة الخارجية وتشجيع مثلا صادرات الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية. والإعانات دي ممكن تأخذ شكل مباشر أو شكل غير مباشر يعني. فالإعانات المباشرة بتبقى مبالغ نقدية مثلا بتدفعها الدولة للمشروعات التصديرية، المشروعات التي تعمل في مجال التصدير من أجل طبعا يعني زيادة صادرات هذه المشروعات ومن أجل زيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. ومن الممكن أيضا أن تأخذ الإعانات شكل غير مباشر، فبتبقى إعانات غير مباشرة وبتتمثل ليها صور عديدة زي مثلا الإعفاء من بعض أنواع الضرائب أو منح هذه المشروعات التي تعمل في مجال التصدير ائتمانات مثلا يعني بأسعار فايدة ضئيلة وأجال مثلا متوسطة أو أجال طويلة اللي هي ما تعرف بالتسهيلات الائتمانية. وممكن تكون أيضا يعني الإعانات غير المباشرة ممكن تأخذ شكل مثلا يعني خدمات مجانية للمشروعات التي تعمل في مجال التصدير زي تنظيم المعارض والأسواق الدولية وتقديم خدمات لهذه المشروعات في مجال التسويق. الإعانات طبعا سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بتعتبر من أدوات إحدى أدوات السياسة التجارية وبتهدف إلى يعني تعزيز وتشجيع وزيادة قدرة المنتجين المحليين في مجال التنافس الدولي في الأسواق العالمية. يعني دي إحدى الأدوات، وإن كانت هذه الأداة يعني أصبح ينظر إليها في الوقت الحاضر يعني بعدم الارتياح لا سيما بعد توقيع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وأصبح هناك اتفاقية من ضمن اتفاقيات التجارة العالمية اللي هي ما تعرف باتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية. نيجي لسياسة أخرى أو أداة أخرى من أدوات السياسة التجارية اللي هي ما تعرف بنظام الحصص. فنظام الحصص هو عبارة عن قيود كمية بيتم فرضها على الصادرات أو على الواردات من سلعة معينة، وده بيهدف طبعا الحد من الاستيراد أو الحد من الواردات من هذه السلعة عن طريق تحديد حصة معينة، والحصة دي ممكن تكون يعني حصة كمية أو قيمية من السلع اللي من السلعة اللي مسموح باستيرادها في خلال فترة زمنية محددة، بحيث ان هو يتم حظر استيراد ما يجاوز هذه الحصة، كأن يسمح مثلا باستيراد كمية معينة من القمح مثلا لا تجاوز مثلا 1,000,000 طن في خلال العام، أو يسمح باستيراد ما لا تزيد قيمته مثلا على 100,000,000 جنيه مثلا من السيارات وهكذا. يعني نظام الحصص
يعني بيبقى ليه فعالية أكتر من نظام الضريبة الجمركية في مجال مثلا تقييد الواردات، لأن الضريبة الجمركية يعني ممكن إن المصدرين الأجانب إن هم يتغلبوا عليها أو يتحايلوا عليها عن طريق إن هم يخفضوا مثلا من أسعار الصادرات بتاعتهم إلينا، فده ممكن إن هو يتجاوز الأثر الخاص بالضريبة الجمركية. أما في نظام الحصص فده بيضمن طبعا المنع التام للكمية المستوردة من السلعة فيما يجاوز الحصة اللي الدولة بتحددها. والحصة طبعا ممكن إن هي تتحدد يعني كميا أو قيميا، كميا إن احنا نحدد كمية معينة يسمح باستيرادها في خلال فترة زمنية معينة من السلعة، ولا يسمح باستيراد ما يجاوز هذه الحصة الكمية. فده بيكون أفضل لما بيكون الغرض من نظام الحصة هو حماية الصناعات الوطنية من المنافسة الأجنبية. أما تحديد الحصة قيميا بقى على أساس نسبة معينة أو قيمة معينة، فده بيكون أفضل لما بيكون الغرض من نظام الحصص هو يعني معالجة الوضع في ميزان المدفوعات، لأن هنا نقدر نعرف القيمة مثلا اللي بمقتضاها نحقق التوازن في ميزان المدفوعات. نظام الحصص طبعا يعني بيبقى ليه عيوب، من ضمن العيوب اللي بتوجه إلى نظام الحصص أولا صعوبة تحديد الفترة الزمنية اللي هتتقرر لاستهلاك الحصة اللي بيتم استيرادها، وده بيختلف طبعا من سلعة إلى أخرى حسب نوعية السلعة ومدى قابليتها مثلا للتلف أو مدى قابليتها للتخزين. فمسألة تحديد الفترة الزمنية اللازمة لاستهلاك الحصة دي مسألة برضو بتكون فيها صعوبة كبيرة، والأمر بيتوقف طبعا على حسب نوع السلعة اللي احنا بنستوردها. أيضا يعني من صعوبات نظام الحصص أو من عيوب هذا النظام اللي هي مشكلة توزيع الحصة بين الدولة المصدرة وبين المستوردين المحليين. يعني فالمصدرين الأجانب مثلا ممكن أول ما بيتم الإعلان عن بداية فترة الحصة هيبدأوا إن هم يشحنوا يعني صادراتهم من هذه السلعة إلى الدولة بكميات كبيرة، والمستوردين الوطنيين برضه هيبادروا إلى استيراد هذه السلعة بالكمية اللي يقدر كل منهم إن هم يستوردها. وبيترتب على كده طبعا ان بعض الدول هتستفيد اكتر من البعض الاخر، لا سيما الدول القريبة من الدولة اللي هي بتستورد. ايضا ممكن ان يعني المستوردين مثلا لما يبادروا الى استيراد يعني الكميات من هذه السلعة في بداية فترة الحصة، ممكن نيجي نلاقي ان في نهاية فترة الحصة يعني ممكن المستهلكين يعانوا من نقص وصعوبة الحصول على هذه السلعة نظرا لانه تم استيرادها بكميات كبيرة مع بداية فترة الحصة، وبالتالي يتم تخزينها ويتم بيعها بقى في السوق السوداء وهكذا. فده ممكن يأثر على رفاهية المستهلكين ومدى يعني سهولة وصولهم إلى هذه السلعة. يعني في عيوب كتير إذن في نظام الحصص، ولذلك يعني الدول حاولت ان هي تعالج هذه العيوب وخدت بفكره اخرى اسمها الحصص الموزعه. والحصص الموزعه دي معناها ان الدوله يعني توزع كميه الحصه ما بين مختلف الدول المصدره بحيث ان كل دوله تحصل على نسبه معينه، نسبه مئويه معينه من الكميه المسموح باستيرادها. وهذه الطريقة ممكن أن تعالج العيوب اللي موجودة في نظام الحصص اللي هي مسألة يعني تسارع الدول وقيامها بشحن كميات كبيرة في بداية
فترة الحصة، وده طبعا ممكن ان هو يغرق السوق في البداية ثم تتعطش السوق في نهاية فترة الحصة. يعني دي كانت أهم وسائل وأساليب وأدوات السياسة التجارية اللي ممكن تلجأ لها الدولة لتفعيل سياستها التجارية في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية. هو في وسيلة أخرى بس احنا مش هنركز عليها قوي، اللي هي أثر فرض الضريبة الجمركية على معدل التبادل الدولي. احنا بنقتصر على أثرين بالنسبة للضريبة الجمركية. يبقى بكده احنا تناولنا أهم أدوات السياسة التجارية، وشكراً.